دلوقتي نروح مع حضراتكم نتابع ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات التاسعة للمسلسلات الرمضانية واللي كان فيها أحداث كتيرة وتفاصيل مهمة هنعرفها من التقرير اللي جاي. الحلقات التاسعة من مسلسلات رمضان شهدت امبارح أحداث جديدة ومشوقة. هنبدأ معاكم من الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار اللي جت بعنوان الرفق واللين والتسليم. بدأت الحلقة بلقاء بسام بالضابط زكريا يونس اللي بيطلب منه حماية أهله قبل ما يشتغل معاه، وبعدها اداله قلم سابه شعبان قبل وفاته. القلم ده عبارة عن فلاشة مسجل عليها جانب من اجتماعات الخلية التكفيرية بقيادة كريم بديوي. بعدها بتتنقل الأحداث للقاء بيجمع ما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي اللي بيبلغه بأنه هيكون سعيد إذا أصبح من الإخوان، خاصة وأنه ملتزم التزام حقيقي، لكن السيسي بيرد عليه: شكراً سيادة الرئيس، أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفي، أنا مسلم بس. ويا فندم صدقني لو رئيس جمهورية ما ينفعش أكون غير وطني. وبعدين هم مش الناس كلها بيقولوا عليك إخوان؟ خلاص يبقى خليك إخوان. أنا متشكر يا فخامة الرئيس على عرضك ده، بس أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفي ومش هكون سلفي، أنا عاوز أبقى مسلم وبس. هو احنا يعني مش مسلمين يا سيادة الفريق؟ مسلمين طبعا يا فندم، بس انتوا فكر ومنهج وانا فكر ومنهج تاني خالص. انا منهجي الرفق واللين والتسليم، وحضرتك ادرى الناس بمنهجكم. وصدقني يا فندم سواء كان رئيس جمهورية أو قائد جيش أو أي مكان المنصب ما ينفعش يكون له أي توجهات، لازم يكون وطني وطني وبس. عن إذنك يا فندم. بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل العائدون بطرح فكرة على علاء اللي بيقوم بدوره محمد عادل إنه الفيلم اللي هيقوم بإخراجه يكون فيه أحداث سياسية وبيبني ديكور الاسم في العمل، لكن علاء بيرفض ده بسبب إن الفيلم هيناقش حياة إنسانية وملوش أي علاقة بوجود أحداث سياسية. وبتتوالى الأحداث في محاولة تجنيد علاء اللي بيجيله شخص وبيبلغه إن أستاذ جمال أو محمود البزاوي محتاجه حالياً في القناة، وبيروح علاء عشان يجد محمد ممدوح في انتظاره. الحلقة التاسعة من مسلسل فاتن أمل حربي بدأت باصطحاب الشرطة لميسون اللي بتقوم بشخصيتها هالة صدقي علشان تشوف واحدة من الجثث بالمشرحة وتعرف إذا كانت دي لجوزها ولا لأ، وكانت إجابتها بالرفض وراحت لها فاتن أو نيلي كريم لمساندتها. بتتنقل الأحداث بعد كده لإحدى الإخصائيات الاجتماعيات في المدرسة واللي طلبت إن هي تبلغ فاتن أمر مهم، وقالت لها إن بنتها نادين بتعاني من مشاكل نفسية سيئة وأوقات كتير بتفقد تركيزها، وكمان مؤخراً قامت بتغيير اسمها على ورقة إجابة الامتحان باسم والدتها بدلاً من والدها. حاجة أهم من كده بكتير. نادين فاتن أمل حربي. الحلقة التاسعة من مسلسل مكتوب عليا بدأت بطلب من رؤى أيتن عامر بأن تقوم سلمى أو هنادي مهنة بتوصلها للبيت بعد ما سابها جلجل أو أكرم حسني أمام الاسم، وانتقل بعد كده جلجل لمقابلة بدوي أو عمرو عبد الجليل في مكتبه، وبدوي وضعه في اختبار صعب عشان يعرف حقيقته. بيحاول جلجل التهرب بس هو ما بيظهرلوش أي كلمات جديدة على إيده، وبيذكر جلجل إنه أنقذه قبل التورط في عدد من الأزمات. هو أنت بتعمل معايا كده ليه؟ جيبك من الساعة. من النهاردة أنا وإنت واحد، كل اللي تقوله ماشي. بس كدب بقى. طب أقولك على حاجة، النهاردة أنا عامل حفلة في الفيلا من ألف ليلة وليلة، تيجي بقى تنورني.
حفلة من اللي هي بيعملوها في التلفزيون؟ لا أنا عاملها في الفيلا. أمنى أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل دايماً عامر فبدأت بجولة للدكتور عامر عبد الرازق أو مصطفى شعبان عشان يتعرف على بعض المواهب في مدرسة رؤية، وبيقابل طالب بيتمتع بموهبة صوتية هو مهند عماد الملقب بسفير الطفولة اللي طالب بتدريس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات، واستجاب له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم، ووعدوا بالمشاركة في مسابقة المدرسة. وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي أنا تاج العلي في مفرق الشرق ودراته فرائض عقدي إن مجدي بالنسبة لأحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير قوي فبدأت باستعداد الكبير أحمد مكي وزوجته مربوحة رحمة أحمد وأولاده العترة وجوني للمرحلة الرابعة من لعبة الصبيط، وهي لعبة شد الحبل، وبينقسم جميع المتسابقين لفرق مكونة من 4 أفراد. الكبير وأسرته بيلعبوا أمام 4 متسابقين ذوي حمل ثقيل وأوزانهم كبيرة، وعشان كده بيرتعبوا من قوة أجسادهم، لكن الكبير بيفوز عليهم من خلال الحديث عن الأكل عشان ينهاروا ويكسبهم. أنت قصدك على الكردون بلو؟ دي حاجة تاني، دي صدور فراخ متبلة بعناية. اثبت يا سالم. أخذت بالك؟ وملفوفة بالترك المدخن. أركي ما تبصش للترك اللي في عقل النافق. شده.